بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق إمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل رب زدني علما، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بفضل الله عز وجل خلصنا الايه، خلصنا الجزئين الاولين اللي هم الجزء الاولاني الخاص بالديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت، والجزء الثاني الخاص بالال سي دي. نبتدي بقى نخش في الجزء الثالث عندنا اللي هو الخاص بالايه، بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر، واللي هو بالفلاحي كده اللي هو ازاي اقرا قيم انالوج، ازاي اقرا الاشارات الانالوج، زي مثلا زي ما قلنا قبل كده امثله على الاشارات الانالوج، التمبريتشر سنسور، التمبريتشر سنسور بيخرج الاشاره انالوج، تمام. عايزين نعرف ازاي نقرا الاشارات الانالوج ديت ونتعامل معاها. اولا المفترض ان المايكرو كنترولر بيتعامل مع اشارات ديجيتال، وبالتالي بيحتاج انترفيس اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرتر بيتحط جواه علشان يقدر يتعامل مع الايه، مع الاشارات الانالوج. فاحنا عايزين نعرف ايه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده، معناه ايه، بيعمل ايه، عايزين نعرف التفاصيل دي. طيب نيجي نخش كده نعرف بس احنا هنتكلم عن ايه. اول حاجه هنتكلم عليها في الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هنتكلم على الفرق ما بين الانالوج والديجيتال. تاني حاجه هنتكلم على الدوال اللي انا هحتاجها في المايكرو سي علشان اشتغل على الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، وبعد كده نبتدي ناخد مثال او اتنين. طيب تعالوا نخش على الجزء الاولاني. قبل ما نخش على الجزء الحاجه الاولانيه عندنا، احب بس اقول لكم ان ده الموقع اللي انا جبت منه الصور اللي انا بشرح منها الجزء الخاص بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر، وبصراحه بسم الله ما شاء الله يعني الاستاذ اللي شرحها بطريقه بسيطه جدا وبطريقه سهله جدا، يا ريت الناس برضه تبقى تطلع عليها. وانا على فكره خدت صور كتير من الشرح بتاعه، وكان من الواجب عليا ان انا لما اخد الصور زي كده ان انا احط المصدر بتاعها عشان الناس تقدر ترجع للمصدر وتستفيد منه باذن الله. طيب نكمل. الاشاره الديجيتال يا جماعه دايما بتبقى ثابته فور سيرتي الانترفال اوف تايم، يعني بتبقى ثابته لفتره زمنيه معينه زي ما احنا شايفين كده. ده ديجيتال اهوت ليه؟ لانها ثابته في فتره، ودي ثابته في الفتره الثانيه، ودي ثابته في الفتره الثالثه، وهكذا. يعني لو جينا مثلا بصينا على اشاره عامله كده، هل الاشاره دي ديجيتال؟ ديجيتال. ليه؟ ثابته 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 ثابته، مش بتتغير كونتينوس. يعني ايه؟ يعني مش عند كل لحظه زمنيه معينه لها قيمه مختلفه، لا. يعني مثلا لو جينا بصينا كده حاجه زي كده، ديت عند كل لحظه زمنيه، ادي عند اللحظه ديت لها قيمه، عند اللحظه اللي بعدها على طول لها قيمه مختلفه، اللحظه اللي بعدها قيمه مختلفه، وهكذا يا جماعه، عند كل لحظه لها قيمه مختلفه. فلو جينا بصينا هنا على الاشاره اللي هي باللون الازرق ده، دي عباره عن اشاره انالوج، تمام. طيب دلوقتي عايزين نعرف ان عايزين نعرف ازاي المايكرو كنترولر هيتعامل مع الاشاره الانالوج دي. احنا عارفين ان هو بيعرف يتعامل مع الاشاره الديجيتال اللي هي 5 يا 0، لكن يتعامل مع الاشاره الانالوج دي ازاي، يقراها ازاي؟ قال لك احنا في مجموعه من الستبس، مجموعه من الخطوات المايكرو كنترولر او يعني بالاخص دايره الاي دي سي اللي هي دايره الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، في خطوات هي بتعملها علشان تقرا القيمه الانالوج دي. ايه الخطوات ديت؟ الخطوه الاولى ان هو بيبتدي ياخد عينات، حاجه اسمها سامبلز من الاشاره. يعني ايه؟ قال لك ادي الاشاره هي باللون الازرق دي، النقطه اللي هي باللون الاحمر دي، والنقطه اللي باللون الاحمر دي، والنقطه اللي باللون الاحمر دي عباره عن سامبلز، عباره عن عينات. يعني هيقرا القيم دي، هيقرا السامبلز دي، يعني مش هيقرا النقطه ديت، لا مش هيقرا النقطه دي، ولا النقطه ديت، ولا النقطه دي، يعني هيقرا دي بس ودي بس ودي بس، يعني ايه؟ هيقرا سامبلز، عينات. طيب دي اول خطوه، يبقى دي اول خطوه عندنا ان هو هياخد مجموعه من السامبلز زي ما احنا شايفين كده. طيب الخطوه الثانيه اللي هو المفروض يعملها، قال لك ان هيثبت قيمه السامبلز ديت لفتره زمنيه معينه. يعني ايه؟ تعال بص كده، ادي هو قرا السامبلز دي، هيقوم جاي مثبتها لحد مثلا لحد هنا، تمام، لحد ما وصل للسامبلز الثانيه، يقوم جاي طالع على السامبلز الثانيه ومثبتها لحد هنا على القيمه بتاعتها مثلا، ولحد ما وصل للسامبلز الثالثه يقوم جاي مثبتها على ايه، لحد هنا، ينزل على السامبل اللي بعدها، وهكذا يا جماعه. يقوم جاي مثبت الايه، زي ما احنا شايفين كده بالظبط.
وهكذا يا جماعه نكمل بقى الاشاره. اذا اول خطوه خد مجموعه من السامبلز، ثاني خطوه ثبت قيمه السامبلز لفتره زمنيه معينه اللي هي الفتره دي. الخطوه الثالثه طبعا ادي الصوره اللي بتوضح الكلام ده، اللي هو ثبت الايه الاشاره اللي هو اللون الازرق ده، اللون الازرق دوت اللي هو بعد ما ثبت قيمتها. طيب بعد كده يبتدي ايه؟ يبتدي يقسم الاشاره، او بمعنى اصح المستويات اللي يقسم الاشاره الى مستويات افقيه بعدد معين، يعني عدد معين من المستويات الافقيه. زي ما احنا شايفين كده، ادي الاشاره بعد ما تثبت قيمتها اللي هي الاشاره اللي عندي دي، اللي هي مش ليها الحمراء، لا اللون الاسمر ده، تمام؟ دي الاشاره بتاعتي بعد ما ثبتت قيمتها. طيب قام جاي مقسم بقى المستويات، مقسمها افقيا الى مجموعه من المستويات، عدد المستويات دي من 0 ل 15 اللي هم 16 مستوى، تمام؟ طيب لو جيت بصيت بقى عايز يقرا هو قيمه، مثلا النقطة اللي هو بيقراها مثلا عند هنا كده، السامبلز اللي هو بيقراها موجودة عند الـ A اللي هي النقطة A ديت، يقراها كام؟ يقراها 13. السامبلز اللي موجودة عند الـ B يقراها كام؟ يقراها 9. السامبلز اللي موجودة عند C يقراها 2. السامبلز اللي موجودة عند الـ D يقراها 6. طيب يعني إيه 13 ويعني إيه 2 ويعني إيه 6؟ أنا بتعامل على بتعامل بفولت، بتعامل من 0 ل 5 فولت. أمال الأرقام دي بتمثل لك إيه؟ قال لك بص، لو افترضت ان الاشاره ديت ان الماكسيمم بتاعها 5 فولت، لو افترضت كده ان الماكسيمم بتاعها 5 فولت، وانا هشتغل مثلا يعني لحد ال 0 فولت، وانا هشتغل لحد الايه؟ لحد ال 0 فولت، بحيث ان انا مش عايز قيم سالب يعني. تاني يا جماعه، احنا هنفترض ان المستويات دي كده مش موجوده من تحت هنا، وموجوده من اول هنا كده من 0 لحد كام؟ لحد 15، تمام؟ وانسوا الجزء التحتاني اللي هو في السالب ده. طيب وافترضت ان الماكسيمم بتاع الاشاره ديت 5 فولت، اذا يا جماعه الرقم 15 ده، الرقم 15 جاي عند الكام؟ جاي عند ال 5 فولت. طيب والرقم 0 جاي عند ال 0 فولت. طيب بفرض يعني ان الـ ان الـ ان الـ ان المايكرو كنترولر في اللحظه اللي هو قرا فيها قرا السامبلز ديت ولقاها عند ال 13، لقاها كام؟ لقى القيمه بتاعتها 13. إذا القيمة الفولت اللي هي بتناظر قيمة 13 دي كام؟ قال لك عبارة عن كام؟ عبارة عن 5 في 13 على 15، تمام؟ هيبقى ديت قيمة الفولت، 5 في 13 على كام؟ على 15. اللي هي بتساوي تقريبا 4.3 فولت. طيب أرى قيمة تانية ولقاها 5، قال لك يبقى اذا قيمه الفولت اللي بتناظرها اللي هي القيمه الانالوج اللي انا عايزها بقى كام يا جماعه؟ قال لك عباره عن 5 في 5 على كام؟ على 15. اذا هو بيقرا القيمه دي، بيقرا الايه؟ القيمه دي، لكن بنعمل احنا عمليه معادله عشان اجيب الايه؟ ما يناظر القيمه ديت بالايه؟ بالفولت. ثانيه يا جماعه، عايزين بس العمليه توضح. اول خطوه بيعملها ادي الاشاره الانالوج اللي هي باللون الازرق. اول خطوه هعملها ان انا اخد مجموعه من السامبلز، فين السامبلز ديت اللي هي باللون الاحمر دي، تمام؟ هاخد مجموعه من السامبلز ديت اقراها. طب هقراها قيمتها كام يعني؟ قيمتها 2 1.5 3. هقرا القيمه دي ازاي؟ هخزنها جوه المايكرو ازاي؟ اولا نعرف ان القيمه دي بتتخزن جوه المايكرو في 10 بت. يعني ايه 10 بت؟ هنعرف كمان شويه. طيب اذا اول خطوه ان انا باخد مجموعه من السامبلز، ثاني خطوه هثبت قيم السامبلز ديت لفتره زمنيه معينه زي ما احنا شايفين كده. ادي قريت القيمه ديت، لقيت من عند قيمتها ثبتها، لقيت ديت ثبتها، لقيت ديت ثبتها، وهكذا. طيب بعد كده ايه بقى؟ هقسم الاشاره او المستويات الافقيه بتاعتها الى مجموعه من المستويات، مجموعه من الليفلز. طيب احنا قلنا المايكرو 16F872 ايه؟ هيخزن القيمه في كام؟ في 10 بت. يعني معنى ان هو يخزن القيمه في 10 بت ان هو هيقسم المستويات الافقيه ل 2 اس 10 بت. ل 2 اس كام؟ اس 10 بت. يعني كام؟ يعني 1024 مستوى افقي. اذا ننسى ده كده ونيجي نقول ال 5 فولت دلوقتي، ال 5 فولت بيناظروا كام؟ بيناظروا 1000، مش 1024 بقى، 1023، تمام؟ ديت ال 5 فولت. طيب لو انا جيت اقرا بقى، احنا قلنا المايكرو بيقرا القيمه دي، بيقرا القيم اللي هي ايه؟ القيم بتاعت الليفل نفسه، ما بيقراش قيمه الفولت. اني اللي بيجيب قيمه الفولت؟ طيب بفرض بقى ان هو قرا القيمه مثلا وطلعت كام؟ 800، قراها وخزنها جوه ال 10 بت بتوعه لقاهم 800،
اذا قيمة الفولت ديت بقى بكام؟ قال لك بإكس. ابتدي انا احسبها بقى، اقول له 800 في 5 على كام؟ على 1023. تمام، اتمنى تكون العملية واضحة. انا بس لو الجزء ده مش واضح اللي هيفهمه اللي هو الناس اللي درست هندسة، درست انا ديجيتال كمبيوتر، لكن انا حبيت اشرحه عشان برضو لو حد حابب يستفيد. لكن هو مش هيفرق معايا كمعرفة قوي بالنسبة للناس اللي هم الهواة يعني، فالناس اللي هم الهواة ما يجروش بالهم بيه، اما الناس اللي هي في هندسة فاتمنى ان هي تكون فاهمها بإذن الله يعني. طيب كده عرفنا يعني ازاي نحول الاشارة من انالوج لديجيتال، وبتتخزن ازاي جوه جوه الايه جوه المايكرو كنترولر. طيب عرفنا كمان ان الاشاره ان القيمه اللي بيقراها بتتخزن جوه المايكرو في كام؟ في 10 بت. طيب قال لك الانالوج تو ديجيتال كونفرتر موديول بيحتوي على 4 ريجسترز. اولا تعالوا قبل ما نخش على الريجسترز كده ونتكلم عليها عشان العمليه دي هتبقى معقده شويه، فنوضحها بكلمتين كده. الناس لو فاكره الامر اللي اسمه تريس والامر اللي اسمه وورد، الامر اللي اسمه تريس كان بيحدد الدايركشن بتاع ايه؟ بتاع الداتا بتاع البن، يقول لي البن دي بن معينه مثلا يخليها تشتغل انبوت او يخليها تشتغل اوتبوت. لو كنت حطيتها على التريس بتاع البن ديت 1 يبقى شغاله انبوت، لو حطيتها على التريس بتاعها 0 يبقى شغاله ايه؟ اوتبوت. طب هو تريس دوت اصلا جوه المايكرو عباره عن ايه؟ عباره عن ريجستر، عباره عن ريجستر. يعني الريجستر اللي اسمه تريس ده بكتب اسمه في المايكرو سي اسمه تريس، بيعمل ايه؟ قال لك بيحدد الدايركشن بتاع الداتا. طب امال الامر بورت ده؟ برضه الامر بورت دوت عباره عن ريجستر جوه المايكرو كنترولر، وانت بتخرج عليه قيمه او بتدخل عليه قيمه. كلام مش واضح؟ ممكن يكون مش واضح شويه. طيب تعالوا نبص كده، هو المايكرو كنترولر بيخزن القيمه الانالوج اللي بيقراها في كام بت؟ في 10 بت. يبقى انا محتاج كام ريجستر وكل واحد عباره عن 8 بت؟ محتاج 2 ريجستر، كل واحد فيهم عباره عن 8 بت. طب 8 و8 16، وانا محتاج منهم 10. قال لك هنخلي 6 فاضيين. اذا التو ريجسترز اللي بستخدمهم علشان اقرا القيمه الانالوج هم دول، واحد اسمه ادرس اتش هاي يعني، واحد اسمه ادرس ايه؟ ادرس لو. دول كده التو ريجسترز اللي بستخدمهم عشان اقرا القيمه الانالوج. طيب القيمه الانالوج اللي انا بقراها هتتخزن في دوت 8 وبعدين الاثنين الفاضلين يتخزنوا هنا، ولا يتخزن ال 8 هنا والاثنين الفاضلين يتخزنوا هنا مش هم 10 بت؟ قال لك بص ديت انت اللي بتحددها. طب بحددها ازاي يا عم؟ قال لك هنقول لك كمان شويه. يعني ممكن ادي الادرس لو، ادي الريجستر اللي اسمه ادرس لو اهو، هو ده ادي الريجستر اللي اسمه ادرس لو اهو، وادي الريجستر اللي اسمه ادرس هاي اهو، ده كده اللو وده كده الهاي. قال لك انا محتاج كام بيت؟ 10 بيت. خدت من 0 ل 7 اللي هو اللو كله، وخدت 2 من مين؟ من الهاي دوت حاله. الحاله الثانيه ان انا اخد ال 8 بتوع الهاي كلهم واخد 2 من مين؟ واخد 2 من اللو. طب بتتحدد على اساس ايه؟ على اساس حاجه اسمها الاي دي اف ام، احفظوها، على اساس حاجه اسمها الايه؟ الـ ADFM. طب فين الـ ADFM ده؟ لا اصبر عليها شويه دي، بس المهم تعرف ان بتتحدد عن طريق حاجه اسمها الـ ADFM. طيب اذا اول حاجه خلصنا منها ان في اتنين ريجستر، والريجستر قلنا ان هي عباره عن مكان بخزن فيه داتا بس مكان صغير شويه، حتى ان احنا هنا لو بصينا هنلاقي الواحد فيهم عباره عن كام؟ عباره عن 8 بت. تمام؟ طيب ايه تاني من الريجسترات؟ قال لك في اتنين ريجستر تانيين. طب الاتنين ريجستر دول بيعملوا ايه؟ قال لك بيظبطوا لي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. يعني ايه بيظبطوه؟ يعني مثلا يا جماعه ان اقدر مثلا، احنا قلنا اني باخد سامبلز من الاشاره. طب سامبلز ديت بتاخد سامبلز كل قد ايه؟ فلازم تعدل الفريكوانسي اللي انت بتاخد بيه السامبلز، فدوت هظبطه عن طريق التو ريجسترز دول اللي هو اي دي سي كون 0 اي دي سي كون او اي دي كون 1، اي دي كون 0 واي دي كون 1. ايه تاني ممكن تظبطه؟ قال لك انت عندك 8 تشانل بتقرا عليهم قيم انالوج، يعني عندك 8 بنات بتقرا عليهم قيم انالوج، انك تختار بيهم انهي بن هتقرا عليه القيمه، وهكذا. في مجموعه من الاعدادات لازم ايه؟ لازم نظبطها. الكلام دوت هنعرفه في الفيديو اللي جاي، واتمنى يا رب يكون ربنا من عليا وقدرت ان انا افيدكم في الفيديو دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.